في النهايه يا فندم استاذن سيادتك ان احنا نشكر القياده العامه للقوات المسلحه على التواجد، على الدعم، على الدعم اللي قدمته سيادتك للهيئه الهندسيه، على الدعم المستمر واتاحه كافه الامكانيات سعيا لانجاح هذه المشروعات العملاقه. سياده الرئيس، نعاهد الله ونعاهد سيادتكم على بذل الغالي والنفيس من اجل رفعه وطننا الغالي. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب شكرا. الافتتاحات، في افتتاحات؟ استاذن سيادتك، طيب الافتتاحات، افتتاح طريق الدائر الاوسطي. افتتاح كوبري ومحور المنصورية. بصوا الحركة أسفل الكوبري لو سمحتم كده. اتفضل. افتتاح تطوير طريق ترسة وكوبري ترسة. الدكتور مصطفى بيقول لي ترسة كان مكانه عمارات، يعني 1000 متر ولا 6 كيلو ولا ايه؟ 6 كيلو مش كده؟ أيوة. فالدكتور مصطفى بيقول لي المحور ده احنا شلناه، شلنا قدام منه صفين عمارات على الجنبين ولا صف واحد عشان يتعمل الطريق ده. تمام. اللي هو ترسة ليه يا فندم؟ يعني حاجة معجزة فعلا، حقيقة شاهد عليها والله يا فندم. ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، فضل كبير من ربنا. اتفضل. افتتاح تطوير محور المريوطية وكوبري المريوطية. أنا كان نفسي أهاب إنك أنت تجيب المحور ده، المريوطية وال قبل، وكان شكل أنا آسف يعني الترعة عامل إزاي، مش كده ولا أنا نسيت؟ أيوة. لا تمام يا فندم، مش كده؟ وشوف إحنا النهاردة لما جينا عملنا إزاي. كان هنا أنا آسف أقول في مخلفات بتترمي في الترعة، لا وحاجات يعني حالات نفقة زي ما الدكتور عاصم بيقول لي كده، حاجة كانت لا تليق أبدا لا بالإنسان ولا بمصر. تمام. افتتاح تطوير محور وكوبري المنصورية. افتتاح تطوير طريق الجيزة الفيوم. أي أيوة عمر فهم. شكرا يا ابن، شكرا.